بتبقى ايه الاول؟ بيجي لي السؤال ده كتير قوي، انا خايفه من نظره الناس، هيقولوا عليا بتاع الست، انت ست، انت، هحس وانا طول ما انا راكبه العربيه ان في حاجه غلط. بالظبط. لو حصل وغلط هسمع موشح، لكن هو لو غلط خلاص هو هيشوفوا بيعدي مع بعض عادي. والسلام. انما انت اللي هو اول صباح الفل، معلش انت اول ما لا تغلطي مؤاخذه، هينزل يقول لك انت طبعا اكيد ما انت ممكن، ست. ايوه هاخد الموشح. فده ممكن الحاجه برضه اللي مش بتديها ثقه في نفسها، هي ممكن تكون محتاجه مش كله، مش طمانينه، كله طمانينه من حبيبي. طب الناس مش اللي كله، انا حواليها. واثقه في نفسي وفي سواقتي جدا، اكيد، وفي طب اكيد بنات انا بقول تانية لك غيري اللي بيسوقوا حلو الاسئله اللي جدا. بتجيلي اكيد واكيد انت عشان توصلي اكيد تبقي طبعا بلوجر سيارات فاكيد اكيد سواقتك هايله. بعيدا عن اكيد الخناقه اكيد طبعا، الدايره دي، انا صراحه بس عندي بغلط اكيد برضه، اكيد خلينا نكون بتغلطي، كل صراحة. حد بيغلط. اكيد انا بعيدا عن الخناقه بقى، انا عايز عمرو ما صراحه بيغلط سؤال. اكيد. معلش يا عمرو. سؤال، يعني اشمعنى اخترتي السيارات عشان خاطر تقدمي المحتوى فيها، مع ان يعني زي ما انت قلتي كان، او ان هي اتقالت في البدايه كان احتكار للرجاله، الرجاله هي اللي تمام. بتتكلم عن العربيات، انت ليه اخترتي بقى السيارات؟ انا حسيت انها حاجه مختلفه، حسيت ان كله بيتكلم في حاجات متكرره 100 مره، وحاسه ان دي حاجه الستات محتاجاها. يعني بعيدا عن الموضوع اصلا ملوش علاقه بالرجاله والستات والخناقه دي، انا اصلا دايما بحس بحترم الراجل وبحترم الست، وشايفه ان هم دورهم بيكملوا بعض. فهي قصه السيارات دي بتاعت الرجاله والستات دي اصلا ملهاش يعني مجال في الكلام بتاعي خالص. هي حاجه معلومات بتفيد الطرفين واللي عايز يستفيد، لكن انا يعني اختصيت بيها الستات، بحس ان هم محتاجين، ومحتاجين ست زيهم يتبادلوا الخبرات. وعايز اقول لحضرتك ان انا لقيت ناس اصلا يعني ستات عارفين اكتر مني كمان في ميكانيكا السيارات، من كتر ما هم بينزلوا للسوق ده. يعني طبعا في ناس بارادتها وفي ناس ما بتبقاش عندها حد يساعدها، فهي بتنزل بنفسها. انت يعني انت عندك كام سنه يا نوران؟ 18. 18 يعني بقالي حوالي يعني 14 سنة. اول ما معرفتي ممكن من قبل كده كمان، ولكن رسميا من اول 18. اوكي. فابتديتي تختاري الشكل.